حمرا جمالا من دان البشر وبنكيلا من كل ما أجمل ما أجمل نعم ما أجمل كل يوم كنت جنبي الطبيب المقي ولا يوم غبت عني الصديق كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم ولا يوم غبت عني الصديق الحبيب يوم دعوتك أجبتني قوة في نفسي شجعتني تركب السحاب في معونتنا ليس مثلك يا مالكنا تركب السحاب قوله تاني ليس مثلك الطبيب المقيم ولا يوم غبت عني الصديق الحبيب كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم ولا يوم غبت عني الصديق الحبيب ما أجملك ما أجملك في الأيام الغريبة دي اللي أول مرة نشوفها وتعدي على التاريخ مطارات تتقفل ودول تتقفل وخطر في كل العالم وبعدين نقف نسمع صوت العلم يقول ايه الطب مش لاقي حاجة الطب مش لاقي حل بندور ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية يقول يمكن على شهر 7 ولا 8 نكون لقينا حل لكن ممكن دلوقتي بالكتير نشوف نعرف مين عنده ومين ما عندوش فيروس كورونا وزي ما بيقول المرنم الأطباء احتاروا لكن تبقى حلول مش على الأرض يلا بتبص شمال ويمين يلا بتدور اللي كان تعبان زمان يقولك بياخدوه فرنسا بياخدوه أمريكا بياخدوه ألمانيا لكن النهاردة هتروح فين يا غلبان هو اتجاه واحد هنبص فيه الأطباء احتاروا ارفع عينك معايا وقوله وريهم يدك خليهم يقولوا مفيش زيك خلي العالم اللي لا يؤمن بيك النهاردة يؤمن بيك والناس اللي مش عارفك بالحق تعرفك بحق والناس اللي فاكرة ان التوبة دي شكل من بره لا تتوب بجد من القلب وهي بتطلبك وبتصدق انك زي ما كنت مع شعبك زمان تبقى معاهم زي ما كنت زمان بتميز اللي بيحبك واللي عايش ليك في ارض جسان وكان في نور وكان في شفاء وما كانش في مرض انت برضو بتميز تقيك اللي عايز يعيش ليك قول الاطباء احتاروا عايزين يا رب نشوف ايدك ورينا ايدك يا رب الاطباء احتاروا وريهم يدك يا رن معايا الاطباء احتاروا
عارف ظروفي يا رب، محدش هيقدر يفهم ايه اللي فينا، خصوصا لو واحد مريض وتعبان ومتعرض لوباء اكتر وظروفه هو صعبة، ولو مرض ما عندوش يتعالج. كان عايز اقول لك بجد هو حاسس بيك، هو لامس ضعفك، هو مش هيسيبك، هو بيحبك، انت غالي عنده. قل له انت عارف ظروفي، انا عايزك ترن معايا بايمان وتصدق ان هو سمعك، لان هو سمع الصلاه واليه ياتي كل بشر، كل حد بيروح له بيسمعه. قل له انت سمعني، انت حي، انت حقيقي، انت عارف ظروفي قبل ما نشكيها. حتى لو انت بتئن ومش قادر تحكي لاقرب الناس ليك، هو عارف كده. قل له مهما كانت صعبه، مهما ما فيش اصحاب من اللي احنا فيه، لا حد يقول ظروفي صعبه، كله في ظروف صعبه وكله محتاج يرفع عينه للقادر ان يخلص من كل شر ومن كل بلية. قل له انت عارف ظروفي قبل ما انا بشكيها، مهما كانت صعبة هتقدر عليها. انت عارف ظروفي قبل انا بشكيها، مهما كانت صعبة، مهما كانت صعبة هتقدر عليها.
خليهم يقولوا ما في زيك، ما في زيك. الأطباء احضروا وريهم يدك، خليهم يقولوا إن ما في زيك. أنا عايز أفهمك صاحب القوة يشغل جميلة في أخبار الأيام الثاني 7:14 بتقول: إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. إلهنا بيسمع، إلهنا بيغفر، إلهنا بيبرئ أرضنا. بس اللي بيسمع ده عايز حد يصرخ له، واللي بيغفر ده عايز حد يتوب، وكل ده هيحصل لما نيجي نتواضع. يا رب بتواضع يرجع شعبك يطلب رحمة من عندك. قال لك زمان القديس يهوشافاط: لا نعلم ماذا نفعل. وبجد بقى جه الوقت اللي نقول الجملة دي: يا رب ما عندناش حاجة، لا نعلم ماذا نفعل. نعمل حاجة واحدة: نحوك أعيننا. كل عينينا في مصر وفي العالم كله ثابتة على مكان واحد، هو إيدك رب، إنك تشاور فنبرأ، تشاور فيسكت الوباء، تشاور فتحقق يا رب اللي أنت عايز حققه من الشر يجي علينا، ممكن مننا ومن أعمالنا ومن ظروفنا ومن خطايانا، لكن أنت بتقدر تحول الشر ده لخير. بتواضع يرجع شعبك يطلب رحمة من عندك. جايين يا أبانا. Yeah.
قدامك، بنتوب قدامك، بنعود لحنانك، بنعود لحنانك، بنعلن ملكك في حياتنا، نعلن ملكك في حياتنا، في بيوتنا وفي اجتماعاتنا، وقلوبنا بتسجد ليك. توب معايا، بنتوب قدامك، بنعود لحنانك، نعلن ملكك في حياتنا، في بيوتنا وفي اجتماعاتنا، وقلوبنا بتسجد ليك. مزمور حلو قوي، بيقول كلام جميل، بيقول الرب نوري وخلاصي. مزمور 27، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. هو يقول لأنه يخبئني في مظلاته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني. داود كان بيطمن، بيقول الرب عنده صخرة، هو الصخرة أنا هحتمي فيه، واليوم الشر هيخبيني في مظلته، يسترني بستر خيمته. إن جت سهام الأعداء ما تجيش في الخيمة بتاعتي، تيجي في الخيمة بتاعته، الخيمة الكبيرة اللي أنا محتمي فيها. وفي يوم الشر في مظلته، مظلة الدم. زمان شعب الرب تميز عن أي شعب تاني بإيه؟ بإن حماية الدم المسيح كانت عليه، فكان لا بيخشى ولا بيهتم. تيجي قال له تقول له ما حمايتك فين؟ يقول لك حمايتي في الدم، في القائمتين والعتبة العليا. طب والسهام العدو والظروف والأمطار والأوبئة؟ لا، كل ده ما بقاش يهم. الرب كسر كل سهام العدو، الرب وقف كل وابة جاي عن حتى لو جه ما يهمنيش، ما انا ضامن ابديتي، انا مش خايف. هو هيخبيني في مظلته، ياخدني في حضنه، وانا معاه، هنا معاه وهناك معاه، انا مش فارق معايا غير اني ابقى معاه في الابديه، هبقى معاه وانا هنا عايش معاه، انا عايش في السماء. فربنا يملى قلبي وقلبك بسلام، وربنا ياخد عقلك وتفكيرك من كتر السوشيال ميديا وكتر الكلام اللي بنسمعه. خلاص حتى الكتب ما بقاش ليها وقت تفتح، لا، افتح كتابك، خد اخبارك من كتابك، وده الخبر الحلو، وده الخبر الجميل، وده الخبر الرائع. ولا نخشى لا نهتم. ليه يا حبيبي؟ وانت ايه غير العالم كله؟ اه بصراحه احنا غير العالم كله. احنا ملجأنا مين؟ ملجأنا الحبيب، هو اللي يحمينا، يهنانا بالبنوة اللي احنا عايشين فيها، يعزنا بالبركة اللي لينا، يعزنا بالتميز اللي امتزنا بيه عن باقي الشعوب. افرح وخلي الناس يشوفوا سلامك، خلي الناس يشوفوك انت مختلف، خلي الناس يحسوا قد ايه انت مميز، لان ليك يسوع وليك محمي في يسوع وليك اله جبار يقدر يوقف الوباء عن بيتك وعن حياتك ويحامي عنك. كسرت سهام العالم. كسرت سهام العدو
نفسنا. لا بالعكس، ده الله عايزنا نضاف وننظف نفسنا ونهتم بنفسنا، وعايز الدنيا دي نظيفة، لكن عايزة كمان ما تشيلش الهم وما تعولش الهم. هو ده اللي بيفكر فيه ربنا ناحيتنا، ان احنا لا نخشى ولا نهتم وما نشيلش هم الدنيا على كتافنا ولا هنعمل ايه. لا، لينا اله يرعانا ويهتم بينا. زمان كان في حصل الحياة المحرقة طلعت على الشعب، بعدين الله موسى لما صرخ لي قال له اعمل حية نحاسية، ودي كانت ترمز للمسيح. قال له أول ما حد يبص للحية النحاسية دي يشفى، وفعلا الاسفكسيا اللي بتيجي للشخص ده بتبقى مخليه مش عارف يعمل حاجة. انت لما تيجي تبص للساعة اسهل لك تبص على الحيطة ولا تبص في ايدك؟ لا، يدوبك تحرك راسك. فاختار اسهل حاجة، قال لك بص له، بص لربنا، بص لربنا، بص دم يسوع غالي وسمع. انا عايز واحنا بنختم فترة الترنيم الجميلة دي نقول نرفع اسمك ونعليك، كل حياتنا صارت ليك، دم بيعلن انتصارات. وانت بتبص للمسيح بتتشفي، صدقني بتتشفي. هو قال التفتوا الي واخلص. يا سلام يا رب، يعني بس بص، بدل ما انت باصص العالم وظروفك وشهواتك والدنيا والمشغول، تعالى بص. يعني امتى هتبص؟ امتى؟ لما الدنيا تخلص، لما تشوف كل الناس في صناديق وانت اخر واحد؟ لا، فكر، فكر معايا وتعالى للاله الحنين الطيب. دم يسوع غالي وثمين، الدم اللي اتسفك عشاني وعشانك ده مش رخيص، ده دم غالي وثمين. تعالى احتبي في الدم واعلن حمايه الدم على حياتك وعلى بيتك وعلى اولادك وكل ما ليك. قول دم يسوع غالي وثمين، نرفع اسمك ونعليك، كل حياتنا قول معايا الجمله دي بايمان ومن قلبك، كل حياتنا صارت ليك. دم بيعلن انتصارات وبيسحق
ده بدمك ده بدمك نرفع أعلى رب سلام نعلن ملك فدي الإنسان دم يسوع غالي وثمين دم بيشفع في الملايين دم بيشفي جروح وأنين دم بتشهد عنه نرفع اسمك نرفع حياتنا صارت لي وعدك لينا وعد أكيد ساكن فينا يا أغلى نرفع اسمك نرفع اسمك ونعلي كل حياتنا صارت لي حياتنا صارت نرفع اسمك نرفع اسمك ونعلي قول له كل حياتي صارت لي كل حياتنا صارت نرفع اسمك ونعلي كل حياتنا كل حياتنا صارت ليك وعدك لينا وعد أكيد ساكن فينا يا أغلى مليك دم يسوع غالي وثمين دم بيشفع في الملايين دم بيشفي جروح دم بتشهد عنه سنين امين واهلا حوالينا رب المجد يسوع ضابط الكل خالق السماء والأرض اللي بسر عظيم جلنا هنا في صورة إنسان بلا خطية حاضر في وسطينا هنا ومعاك يا اللي واقف معايا في أمريكا ومعاك يا اللي واقف معايا في كندا ومعاك يا اللي واقف معايا في أوروبا يا اللي واقف معايا في أستراليا يا اللي واقف معايا في الصين يا اللي واقف معايا في كل جوانب أفريقيا يا اللي واقف معايا في مصر مسيحنا في وسطينا ملجأنا وحده وحمانا وحامينا تعالوا نتلمى حوالي الساعة دي قطعا حيفرحنا ويعزينا وانا شايف بالإيمان ملايين وفين حوالين عريس نفوسنا الغالي يسوع المسيح كرامة ومجد ليك كلنا نرفع الطلبة بنفس واحدة بنفس واحدة أولا نشكره وثانيا نرفع له طلباتنا واهم طلبه ان يوجدني في محضرك وشيل عني خطاياي
أوجدني في محضرك وشيل عني خطاياي واديني ساعة هنية عند قدميك. سمعني صوتك، سمعني صوتك وأنا في أرض الغربة. املأ قلبي بالأمان والإيمان، ارفع قلبك لي وارفعي قلبك لي، وحده ملجأنا وليس سواه. كلنا بنفس واحدة في كل أرجاء المسكونة، كرامة ومجد ليك يا سر عزنا، سر فرحنا، سر الطمأنينة في قلوبنا، سر السلام العجيب بحسب وعدك. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وأنا شخصيا بشكرك زي ما شرفتني، اديني فرصة أشرف اسمك وارفعك وعليك مع كلام على لساني. انت أدرى باحتياج الملايين اللي مجتمعين حواليك الآن، قطعا هتعزي وتفرح وتملى كل قلب بالفرح والسلام. اطلبه، اطلبه بإيمان، اطلبه بثقة. هو أبونا الطيب الحنين اللي عايز يفرحنا، عايز يشيلنا ويشيل شيلتنا، عايز يبدل المخاوف ويبدل الهموم والأتعاب بأفراح وعزة وسلام. قل له كلمني، قولي له كلمني، وأنا بقول لك ضع كلام على لساني. وتعالوا مع بعض كلنا نقول له نشكرك لأنك سمعت واستجبت. آمين. أنا بشكر ربنا من كل قلبي لأجل الظروف اللي بيمر بيها العالم وتمر بيها مصر وتمر بيها الكنيسة. واثق ان الله هيحول الكل للخير. عايز اقول ان قلبي مليان بالاشواق، ولي طلبة واحدة من زمان قدام ربنا، إني أمجد اسمه وأروح له وأنا مرفوع الرأس. فكانت طلبتي طلبة واحدة، اديني خدمة بحسب رسمك، خدمة على مستوى اسمك، خدمة تليق بمجدك. اداني خدمة على مدار السنين الطويلة، وخدمة زادت يوم بعد يوم
وبقالنا لقاءات واجتماع كبير، ممكن يكون اجتماع محسوب، لكن كل مرة بقول له لا، مش هي دي الخدمة اللي أنا بطلبها ولا الخدمة اللي في قلبي. اسمك قد إيه عظيم، أنا عايز خدمة على مستوى اسمك. فكنت أحيانا بالفكر كده يمتد وأقول الاجتماع بتاعنا هيزيد وتتملي الشوارع حوالين الكنيسة ويحضر فيه الآلاف، لكن كنت بقول لا، مش هو ده اللي أنا مطلوبه، مش هو ده اللي على مستوى اسمك. لغاية ما جه اليوم وأسعد يوم في حياتي، واللي فيه اتحققت طلبتي وشفت الاجتماع على مستوى اسم الرب، وبالإيمان شايف أمل ملايين حوالي، بالإيمان شفتك وانت واقف رافع ايديك، شفتك وانت منحنية أمام الرب، شفت يهود بيصلوا معانا، شفت مسيحيين كتير بيصلوا معانا، شفت مسلمين كتير بيصلوا معانا، شفت بوذيين كتير بيصلوا معانا، شفت من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان مجتمعين حوالينا رب المجد يسوع. الآن كرامة ومجد ليك، تحققت الطلبة وشوق قلبي، كرامة ومجد ليك. أنا في السماء، ما هواش ادعاء ولا خيال، من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، وده اليوم اللي حنكون فيه حواليك في المجد حوالين عرشك. من كل الأمم شفت ناس، من كل الشعوب شايف ناس، من كل القبائل شايف ناس، من كل الألسنة شايف ناس، وده اليوم اللي حنتلم فيه حواليك وندخل للمجد. أقول من كل الأمم، من كل الأمم، من كل القبائل، من كل الشعوب، من كل الأمم، من كل القبائل، من كل لسان، أمام العرش وقوف ربعة ألوف ألوف، أمام العرش وقوف ربعة ألوف ألوف، جايين من كل لمكان، جايين من كل مكان. ودلوقتي مع بعض الأسئلة، قدامي أكثر من سؤال طبعا خاص بالظروف اللي بيمر بيها العالم. سؤال بيقول: هل احنا في الايام الاخيرة ودي نهاية العالم؟ ما
بالنسبة لوباء الكورونا. نفس السؤال بيقول: سلام ونعمة، نعلم أن علامات النهاية هي حروب ومجاعات وأوبئة. هل فيروس كورونا دليل على أننا في نهاية الأيام وأن وقت الرب قريب؟ ما في شك أن علامات كتير بتقول أني بقت في الحل ويوم الرب قريب. ولما نتكلم عن الوباء، يمكن عدى على العالم أوبئة كتير، لكن بالنسبة للوباء الحالي الله أعلم هيمتد لغاية فين، لكن واضح إن الزمام فلت في بعض الأماكن وإن هيبقى علامة مؤكدة إن الرب قريب. وده يرد على كثيرين اللي بينكروا المسيح له كل المجد، هو اللي ادانا العلامة أو العلامات، وقال إن في الأيام الأخيرة هيبقى في زلازل وأوبئة ومجاعات. وآدي الوباء، لكن الحاجة اللي ألفت الانتباه إليها إن البعض مفزوع وخايف ومضطرب. مين المفزوع واللي خايف واللي مضطرب؟ اللي ملوش حماية، واللي ملوش سند، واللي ما عندوش صوت يطمنه ويقول له لا تخف، ما تخافش أنا معاك. وهنا الامتحان، زي ما هتكلم وأرد، هنا الامتحان. أنت شايل شيلتك لوحدك ولا سايبها على اللي يشيلك ويشيل شيلتك؟ انت شايل شيلتك لوحدك. وهنا يبان الايمان بيسوع المسيح له كل المجد، اللي هو وعد كل انسان يحتمي فيه، قال له سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. ومش بس الكورونا، احنا على مشارف ايام بتنذر بحروب واخبار حروب. احنا على مشارف ايام، يعني يمكن موضوع سد النهضة ده ربنا يستر ويعديه على خير، يعديه على خير. ممكن نلاقي بلدنا محاطة بقوات في ليبيا، محاطة في سيناء، محاطة في جنوب، امور كتير بتنذر بايام ما هياش فيها السلام. ده ما يخوفناش، لأن لينا سند ولينا إله، لينا سند ولينا إله. وأبسط حاجة لما نسأل هل دي الأيام الأخيرة، الإنسان العاقل ياخدها من قصرها ويعيش حياة الاستعداد. واحد بيقول ان كل واحد في اعتقاده انه ماشي في الطريق الصح، يعني يقول عقيدتي هي الصح. اليهودي بيقول عقيدتي هي الصح، المسيحي بيقول عقيدتي هي الصح، المسلم بيقول عقيدتي هي الصح. ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ كلنا سلسلة اتكلمنا فيها طويلة بعنوان عقيدتنا المسيحية. ايه مضمون السلسلة دي؟ هل في حاجة اسمها أديان سماوية؟ لا. ليه؟ شوفوا، من بدء الخليقة لما خلق ربنا آدم وحواء وأخطأ هما الاثنين، ربنا يقول
صنع لهم الرب أقمصة من جلد وألبسهمها. الأول حب يستروا نفسهم بورق الشجر، ورق الشجر نشف، يبقى مش من سلطة الإنسان يستر نفسه، والستر ده مش من صنع الناس، لكن الستر أو الخلاص صنع لهما الرب أقمصة من جلد وألبسهما. يبقى إذن الخلاص ده صناعة من الله وعمل رباني. بإيه؟ بأقمصة من جلد. والجلد ده جاي منين؟ ذبيحة ودم. اللي سترهم ذبيحة ودم. وبعدين جه الآباء المطاركة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ربنا قال له لما تغلط يا إبراهيم يا إسحاق يا يعقوب اذبح والدم يكفر، اذبح والدم يكفر. يا ربنا ادى الناموس لموسى، قال له يا موسى لما حد يغلط يجيب ذبيحة ويحط ايده عليها ويعترف بخطيته، خطيته تتنقل للذبيحة، تاخد الذبيحة وتذبحها وترش الدم على المذبح والدم يكفر، والدم يكفر. لغاية ما جه ملء الزمان والرب أرسل ابنه الكلمة المتجسد عشان يشيل خطية آدم الأول واللي اتحكم عليه بالموت، وصار دم الصليب هو الكفارة، لأن دم تيوس وعجول لا يكفر. وصارت العقيدة اللي هي من البداية خلاص بالدم لم تتغير. ما جاش ربنا إدى عقيدة لليهود وبعدين غيرها، إدى عقيدة للمسيحيين وبعدين غيرها، إدى عقيدة للمسلمين. لا، هي عقيدة واحدة من بدء الأجيال لم تتغير، خلاص بالدم، والدم هو دم المسيح، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. نفس السؤال، هل احنا في نهاية العالم بسبب فيروس كورونا؟ صلي من أجل العالم، نصلي كلنا من أجل العالم، وطالبين صلاة من أجل الشباب اللي خارج مصر وإحنا المغتربين. نعم، ربنا يكون معاكم ومع كل أحد. من فضلك اقرأ الرسالة للآخر. نعم حاضر، أرجوك صلي لي أنا وجوزي علشان ربنا يفرحنا بطفل. إحنا متجوزين من 15 سنة ومتخانقين مع بعض من كام يوم، والنهاردة بسأله أنت بجد كرهتني وعايز تتجوز وتسيبني؟ قال لي أنا من حقي أكون أب. بقيت حاسة أن حياتي ملهاش أي معنى، لاني بصلي بدموع واشرب من المية بتاعت الاجتماع واطلب المعجزة من ربنا تتحقق معايا، واقول دموعي غالية على ربنا، بس ما فيش فائدة، انا تعبت. كتب كلام تاني ما يجيبش اني اقوله، لكن أنا قريت السؤال ده بالنسبة للكلمة دي، إن الراجل بيقول أنا من حقي أكون أب. هي إنسانة متمسكة بجوزها وبتحبه وعايزة تعيش، لكن حجة الأب دي أو الزوج إنه عايز يكون أب يعني عايز يكون خلف. اولا مراتك ملهاش ذنب في انها خلفت او ما خلفتش، واحتمال كبير
يكون السبب منك، الله أعلم أنتم مش قايلين. وبعدين هي بتقول أنا بحبه ومش عايزة أسيبه، مش عايزة أسيب البيت، يعني امرأة فاضلة، امرأة فاضلة. شوف يا ابني، بلاش الإنسان يمشي وراء الجسد أو وراء شهواته أو وراء أمور عرضية. ارفع عينيك لفوق، ارفع عينيك لفوق. وممكن تخلف دلوقتي أو تطلع وتتجوز، وبعد شوية هتروح، هتروح. المسكينة دي هترميها ازاي وهتطلقها ليه؟ كلام كتير. يا ابني اشبع بالمسيح، وقبل ما تحب تكون اب خليك ابن بار للمسيح له كل المجد. واحترم زوجتك وكرمها، وربنا يدي لك نعمة وبركة. عندي سؤال بيقول ليه الطيب هو اللي بيتظلم؟ هو علشان طيب وماشي بما يرضي الله مش عايز يظلم حد؟ وليه الوحش بيعيش وحياته حلوة؟ مين قال لك الوحش بيعيش حياته حلوة؟ ده ممكن حسب الظاهر تلاقيه بيضحك ويهيص وبتاع، لكن في قلبه مرارة من جوه. وعمر ما الإنسان اللي بعيد عن ربنا والإنسان الوحش أو اللي حياته رضية عمره ما يدوق السلام الحقيقي، ده كله سلام مزيف. السؤال ده سأله أسف النبي، سأله أرميا، سأله أيوب، سألوه ناس كتير زيك كده بيسألوا، بيقولوا ليه طريق الأشرار بتنجح؟ يعني أسف النبي قال ليه الأشرار عايشين متبغددين وجسمهم سمين وجعلت عيونهم من الشحم وليس في موتهم شدائد؟ وأيوب قال نفس الكلام، وأرميا قال نفس الكلام، وانت بتقول نفس الكلام. لا يا حبيبي، تعال دور على الناس دي أو أي إنسان بعيد عن ربنا لا يمكن يقدر يدوق طعم السلام الحقيقي. ممكن يقعد في عادة ويضحك ويهيص وإيه، وبعدين لما ينفرد بنفسه تلاقي حزين وكئيب، حزين وناش صورة من بره. وأساف النبي قال لما قال كده ربنا قال له طب تعالى يا أساف، تعالى أوري لك نهاية دول. قال إلى الدواهي بختة، قال لا يا رب خلاص صرت كبهيم من عندك وأنا بليد ولا أفهم، ولكني دائما معك، أمسكت بيد اليمنى برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذ من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا، مش عايز حاجة. شفت يا أساف، شفت يا أرميا، شفت يا أيوب، شفت يا صاحب السؤال، ما يغركش الشكل البراني، ما يغركش. يا مناس عندها فلوس لكن ما فيش دقيقة بيعيشوها في سلام، يا مناس مش لاقية تاكل وفرحانة ومتعزية. هتقول لي ازاي؟ اقول لك بالمسيح، بالمسيح. صدقوني يا مناس كتير شفنا، انا على مدى عمري الطويل شفت ناس غلابة ومساكين. انا يمكن حكيت عن انسان فبلدنا لما يسمعوا الكلام هيعرفوه، كان إنسان بيبيع أي زمان كمون وشطة وفلفل، معاه بقجة كده ويلف بيها، وطول ما هو ماشي كان اسمه داود. فبلدنا لما هيسمعوني دلوقتي هيعرف أنا بقول على مين. وطول ما هو ماشي يرنم في الشارع، هو حافي بيبيع بمليم شطة، باتنين مليم فلفل، بتلاتة مليم ملح، وهكذا. طبعا ما تعرفوش المليم. طول ما هو ماشي يرنم ويجي يتكلم مثلا تطلع له الست عشان تشتري، يا مبروكة يا مشاء يا سلام، عندك ايه؟ عندك كم فدان؟ انا ولا فدان ولا بستان، انا عندي ملك السماء والارض.
عند الكنز، أنا لقيت الكنز واشتريت اللؤلؤة اللي عشانه بعت مالية. أنا لقيت الكنز واشتريت اللؤلؤة، أنا لقيت الكنز واشتريت اللؤلؤة اللي عشانه بعت مالية، اللي عشانه بات مالي. أنا لقيت الكنز. قال رب المجد يسوع يشبه ملكوت السماوات إنسان بيشتغل في حقل، وبعدين وهو بيفلح في الحقل ده بص لقى كنز، قام راح باع كل اللي ليه واشترى إيه؟ الحقل اللي فيه الكنز. والكنز ده هو مين؟ قول زي ما انت عايز، لكن هو رب المجد يسوع. لأنا بعت كل ما ليا واشتريته هو، لأن هو ده اللي حيبقى ليا وكل اللي هنا فاني. أمين. قولوا أمين. قولوا في العالم أمين. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. لا ايه العز ده؟ كلنا فين العز ده كله؟ كلنا فين المجد كله؟ كلنا فين العز ده كله؟ كلنا فين المجد ده كله؟ وإذا من حنان ليا حبيبي ولازق فيا، وإذا من حنان ليا حبيبي ولازق فيا، كلنا فين العز ده كله؟ كلنا فين المجد ده كله؟ كلنا فين العز ده كله؟ كلنا فين المجد ده كله؟ وإذا من حنان ليا حبيبي ولازق فيا، وإذا من حنان ليا حبيبي ولازق. مش بتخيل لكن حقيقة، أصوات مرتفعة للسماء صدقوني من كل ركن في العالم، ومش هيشك غير الشيطان، لكن كل إنسان أمين مؤمن ومصدق أن أصوات من كل أرجاء المسكونة بتصلي معانا ومرفوعة للسماء، كرامة ومجد ليك. قد إيه أنا فرحان، قد إيه أنا فرحان. هانت 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 هانت، قربنا نشوفها لينا، نتمتع بقرب وصرت تمحي لينا. عينينا هل عيش على طول ويا يسوع، في النهر على طول من غير دموع، هل عيش على طول ويا يسوع، في النهر على طول من غير دموع، على السكة سليمة، ده الأمر اللي معزينا، مرحب بالدين وقال
ده وعد الرب لينا على ما تسك سليمة، ده الأمر اللي ما زينا مرحبا بابنك وأهلا، ده وعد الرب لينا هنعيش على طول ويايا يسوع في النهر على طول من غيرك، هنعيش على طول ويايا يسوع في النهر على طول من غير دموع. خلينا فين العز ده كله؟ ناس بيقولوا اللي معانا بيقولنا ولا المسيح مات ولا حاجة، ردينا وقلنا إن المسيح إلهنا اتصلب وقام من الأموات وهو أصلا مش بيموت، وغير كده هو عايش في السماء إلى آخره من الكلام ده. فبتقول أنا كنت عايز أعرف هل كان المفروض اني ارد واتكلم، ولا الايه اللي بتقول كل من ينكرني امام الناس انكره امام ابي؟ لا يا بنتي، شوفي احنا في الامور دي بيقول اما المباحثات الغبيه فاجتنبها. يعني انسان هياخد ويجادل معايا انا في غنى، لكن يقول مستعدين لمجاوبه كل من يسالكم، كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. حد بيسألني وحيسمعني أرد، لكن حياخد ويدي معايا؟ لا لا، مش حناكف أنا مع الناس. فأنا لي إيماني أقدمه للإنسان، إن حد سألني أهلا وسهلا، لكن مباحثات غبية ملناش فيها. واحدة بتقول واحدة دايما بتهزر معايا أنا وأنا أولادي بالشتيمة، وأنا بتضايق لأني حاسة أني بزعل ربنا، ودايما كلام المزمور قدامي طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار في طريق الخطاة لم يقف إلى آخره. أنا لو قطعت العلاقة دي يبقى غلط ولا صح؟ شوفي حتى لو قطعت العلاقة منها بتحبيها، بتحبيها، بس في شيء مهم، خلي حياتك تكون معلم ليها. يعني ايه؟ يعني هي هتبتدي تشتم وتهزر بالكلام اللي بتقولي عليه. انت حياتك نور ولسانك غير لسانها، خليها الاول تشرب منك، ولما هتلاقي مرة على التانية انت مش متجاوبة معاها في الكلام ده هتلاقيها ممكن تبطل. لو ما بطلتش وبتاع انت في حالك وهي في حالها، يعني احنا المعاشرات الردية نجتنبها. في ناس كل شوية تيجي عندي، ده واحد بيسأل بتقول ما فيش حاجة اسمها المسيح اللي خلق السماء والأرض، اللي خلق السماء والأرض اسمه يهوه. أيوة نعم اسمه يهوه، لكن دول شهود يهوه اللي بينكروا لاهوت المسيح. دول اللي قال عليهم الكتاب لا تسلم عليه ولا تقبله في المنزل. يعني لو جه واحد، هم دايما ملحين ويخبطوا على الباب، أكلمكم من الإنجيل أكلمكم عن المسيح،
احذروا الحاجات دي، لا تسلم عليه ولا تقبله في المنزل، ده امر انجيلي، لان بينكروا لاهوت المسيح. ناس بيقولوا معانا مشكلة مع عمي وهم اللي كانوا غلطانين واحنا اتصالحنا، بس الرجالة فقط، لكن الحريم مش بيكلموا بعض. وللأسف كلهم بيروحوا الكنيسة وبيتناولوا عادي وكأن مفيش حاجة. يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة، كل الستات متخاصمين وبيروحوا الكنيسة ويتناولوا عادي خالص، ودي المصيبة الكبيرة اللي عايش فيها ناس كتير. بيخدعوا مين؟ بيخدعوا مين؟ ده حتى على الأقل اللي رايحين يتناولوا ده جسد رب المجد يسوع، وعارفين ايه يعني جسد المسيح؟ يعني احنا ده الجسد، هو احنا أعضاء في الجسد المقدس، ولا يمكن نبقى أعضاء حقيقيين إلا لو جمعتنا المحبة، المحبة، وإلا نبقى منفصلين عنه، وهنروح نتناول بدون استحقاق، واللي يتناول بدون استحقاق يكون إيه؟ مجرم في جسد الرب ودمه. لكن كلمة أقولها لكثيرين خلال الأيام دي، تفتكروا اللي حاصل ده ايه؟ ده صوت من ربنا زي ما هتكلم، صوت من ربنا. ليه ربنا بيتكلم وبأنواع وطرق كثيرة؟ كلمنا في الماضي وبيكلمنا وما زال بيكلمنا. ليه بيتكلم؟ لأنه مش عايز إنسان يهلك، مش عايز إنسان يهلك. على الأقل الصورة دي ناس رايحين وهم متخاصمين، يعني ما بيحبوش بعض، ما بيحبوش بعض. طب رايح تتناول ازاي؟ وبعدين ازاي تغمض عينيك وتنام وانت ما بتحبش اخوك؟ امال هتحب عدوك ازاي؟ هتحب عدوك ازاي؟ واحد بيقول ممكن نعرف دور أولاد الله المؤمنين في هذه الظروف الصعبة وكيف نظهر المسيح. يا سلام، ما فيش كلام أن ده الوقت اللي فيه الإنسان المسيحي، المسيحي، واللي قال عنهم الكتاب تضيئون بينهم كأنوار في العالم، تضيئون بينهم كأنوار في وسط جيل معوج وملتوي، تضيئون بينهم كأنوار في العالم. احنا علينا دور كبير خلال الأيام دي، عالم منزعج ومضطرب، مضطرب في سلوكياته، في كلامه، في تصرفاته. عايزين ده الوقت اللي يشوفوا المسيح فينا، ده الوقت اللي مش يشوفوه بالكلام بس، هنتكلم، لكن قبل ما يشوفوه أو يسمعوه على لساني خليهم يشوفوه في حياتي، في سلامي، سلامي، ثقتي، انتظار الرب. العالم كله مضطرب، لكن ولاد ربنا سلام، سلام. وهنا يبان الفرق الحقيقي. العالم كله بيجري ويشتري ويكوش ويحوش ويعمل ويسوي، أما أولاد الله دول مختلفين تماما، مختلفين. وهنا الفرصة اللي فيها نتكلم عن مسيحنا، فرصة. والناس منزعجة، وطبعا كتير بيسأل هل دي الأيام الأخيرة والبتاع، فرصة هنقول المسيح له كل المجد سبق وكلمنا وقال لنا في الأيام الأخيرة هيبقى في أوبئة، ودي علامة تؤكد صدق كلام رب المجد. فرصة نتكلم، فرصة نعلن مسيحنا، ومنتظرين المسيح جاي. جاي عشان ايه؟ جاي عشان يدين المسكونة، هيجلس على الكرسي وهو اللي هيدين، هو اللي هيحكم،
مين اللي هيدين؟ يبقى هو مين؟ هو ربنا. فرصة، فرصة نعلن عن مسيحنا له كل الكرامة والمجد. واحد في سؤال يمكن هنا وهنا، دي الحاجات اللي بعتنها لي في الإيميلات، حاجات كتير قوي. واحد بيقول في السؤال عايزك تقول لي نص إنجيلي يمشي مع الأيام دي، نص إنجيلي يمشي مع الأيام دي. هقول لك حاجتين يمكن يجي عنهم كلام في وأنا بتكلم. هقول لك بعض أعداد من مزمور 91، يقول الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، يسقط عن جانبك 1000 ربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إنما بعينيك تنظر مجازات الأشرار. وأقول لك حاجة حتة تاني ما تستعجبش إن أنا هقراها، بتقول قال هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة في كرمه، ده في لوقا 13، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: هو ذا 3 سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، اقطعها، لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد، اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. أنا قلت الحاجتين دول، الأولانية عن الوباء والتانية مثل من الأمثلة اللي قالها رب المجد يسوع، وحيجي الكلام عنهم. واحد بيقول: مساء الخير، أنا من الأردن، ممكن أسأل ما هي تذكرة السمخ؟ يا سلام يا ولد يا ولد، أقول لك، مش هقول تذكرة السمخ هي المسيحية، هقول تذكرة السماء هي الدم، هي الدم، لأن بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. لما نبتدي من الدم، الله هيغفر لي خطية آدم اللي أنا ورثتها، أو الحكم اللي ورثته مش الخطية، لأن آدم أخطأ وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. مين اللي يغفر الخطية اللي أنا ورثتها أو الحكم اللي أنا ورثته؟ دم المسيح، لأن بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، ودم ابنه يطهر
من كل خطية. يبقى الإيمان بدم المسيح والمسيح والمصلوب إلى آخر. الحاجة التانية المعمودية، يتولد من فوق، يبقى له جنسية سماوية، يتشال عنه الحكم. إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، ويطلع إنسان جديد ياخد جنسية سماوية مؤهل للمجد. من آمن واعتمد إيه؟ خلص ياخد الباسبور والتذكرة اللي توديه السماء. إنما بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فإيه هي تذكرة السماء؟ الكلام اللي أنا قلته، دم المسيح والإيمان والمعمودية. ويمكن تقصد أنا بتكلم في سلسلة عن إيه؟ عن المحبة، وسميتها باسبور السامخ. فكرتني بحاجة مهمة. طبعا الإنسان المؤمن صفته الحقيقية إنه ممتلئ بالحب، والحب بالروح غير محبة العالم. محبة العالم تحب اللي يحبك، زي ما قال في الناموس، قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. رب المجد بيقول: أما أنا فأقول أحب أعداءكم. فقلت فلان آمن واعتمد وتولد من فوق واخد جنسية سماوية. في حاجة أساسية هنا، إني روح الله يسكب في قلبه محبة ويتملي بالمحبة، ومن غير المحبة ما فيش خلاص. فسميناها باسبور السماء. يمكن أنت تقصد الحتة دي، بس أنا جبتها من جوه. واحد بيقول: هل معنى ان ربنا هو حمينا واني اسلم الامر ربنا في موضوع الكورونا اني ما التزمش باي قرار تصدره الدولة؟ احنا مالنا بالحاجات دي؟ تصدره الدولة طبعا، اخضعوا للرئاسات والحكام وحتى للعنفاء منهم. لا، ايمان المسيح يستوجب علي إني أخضع للرئاسة ولا أخالف قانون، لا أخالف قانون. الدولة قالت كذا، يبقى علي أعمل كذا، ما أخالفش. أتوسل إليك أبتي، أنا بحاجة لأسمع جوابك على سؤالي: هل يقدر الشيطان إخزاها الله؟ أخزاها الله، هذا واحد من الدول العربية. الشيطان أخزاها الله أن يأخذ شكل يسوع رب المجد أو شكل أم مريم العذراء التي سحقت رأسه منذ الأول؟ وما هي إمكانياته أن يأتي على شكل ملاك نور وأنه لا يتجرأ على ذلك؟ بالحقيقة سألت سؤالي لمجموعة من السسترات، ولا السرات، سرات، لكن لم أشبع من الجواب. وحتى أكون أمينة معك، لم أسأل سؤالي لأحد. أنا منين سألت سسراتنا؟ أرجوك خليني أسمع اليوم الجواب من حضرتك. قبلاتي ليديك، شكرا لكل العاملين، أشكرك. شوفوا، الشيطان أخدع من كل شيء وهو نجيس، مخادع، ويظهر
صحيح من إنجيل أن في شبه ملاك نور، لكن ممكن يظهر على أي شكل. ويمكن الحرب الشديدة الشعواء بتاعته اللي هي لما يتنكر سواء في صورة أو سواء في أفكار. وعلى رأي بعض الآباء اللي قال الفكر، فكر الشرير اللي يلازم الإنسان حتى الخمر، شيطان لا يهدأ في أنه يحارب بالفكر لغاية آخر نسمة من حياة الإنسان، لكن مخادع ويظهر بأشكال كتير أشكال كتير. لكن الإنسان اللي مدرب وحياته منورة مع المسيح له كل المجد، هيعرف حيل إبليس وخداعه ويقدر يغلبه. ممكن أعرف ليه ربنا سمح بهذا الوباء وما هو القصد، رغم أني إيه القصد والهدف منه، رغم أننا نعلم أني الله لن يسمح بالشر. لازم نعرف أن كل أموره بحكمة يصنعها. هيجي في وسط الكلام ليه ربنا سمح بالوباء، أو ليه بيسمح بالتعب بالخسارة بالمرض، ليه بيسمح بالحاجات دي، وهل دي كلها شر؟ أنا هيجي في وسط الكلام، لكن هقول حاجة هنا. معلمنا بولس الإنسان العظيم في خدمته ربنا سمح له بمرض، ما نعرفش ايه هو بالظبط، فثلاث مرات يطلب من ربنا، قال له شيل المرض ده عافيني. فيرد علينا معلمنا بولس ويقول لئلا ارتفع من فرط الاعلانات اعطيت شوكة للجسد. الله، أتار المرض ده مش للشر ولا للضرر؟ قال لا، ده علاج ليا، لئلا ارتفع. لو سابني ما اختار واتنفخ واقول انا بولس، لكن لما سمح له بالشوكة دي قال انا ما انا. واتار اللي بنبص عليه على انه شر أتاني للخير، لئلا ارتفع من فرط الإعلانات أعطيت شوكة بالجسد. وبعدين إيه تاني؟ ملاك الشيطان ليلطمني. ثلاث مرات تضرعت للرب، تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. لأن قوتي، فيبقى هنعرف إني الوبا ده للخير. ولما اقول كلمة للخير بلاش يتجه فكرنا على صحة الجسد. الجسد هيروح وشوية تراب هيرجعوا للتراب. لما اقول كلمة للخير وحقيقي الكلام، فكرنا لازم يطلع فوق الخير الابدي، الخير الابدي. انما هنا ملناش حاجة. عندي تساؤل وأرجو الإفادة. رغم إني مؤمن بالمسيح ولي علاقة حقيقية معاه وعايش تايب، لكن الظروف الحالية ولا المالية الحالية جعلتني أشعر بقلق وخوف إني أفقد أحد أحبائي بسبب الكورونا. أفقد أحد أحبائي، هل هذه مشاعر طبيعية ولا قلة إيمان؟ أنا عايز أسأل سؤال هسأله لنفسي ولكل نفس.
في حد مش هيروح؟ في حد مش هيروح؟ كلنا هنروح. معاد المرواح لكل إنسان هيتغير، لا لحظة قدام ولا لحظة ورا. واسمع يا كل نفس، هنروح وفي وقت محدد بالنفس وباللحظة، في وقت محدد. أجي بالسؤال، خفنا أو ما خفناش، هل هنغير شيء من الواقع؟ لا. يبقى إذا أجي قدام ربنا وأقول له يا رب أنا خايف ليه؟ هيشاور على الدمل، أنت خايف لأن علاقتك مهزوزة بربنا، أنت خايف لأنك غير مستعد، أنت خايف لأن قلبك مفهوش محبة، أنت خايف لأن عينيك لتحت ومتعلق بالأمور، أنت خايف لأنك بالحقيقة إنسان مش مؤمن إيمان حقيقي. الإيمان الواثق، الواثق اللي يقول أنا عالم بمن آمنت وميقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم، عشان كده أنت خايف. إنما لو انتزع الخوف من قلبك بإيه؟ بالعلاقة الحميمة بيني وبين حبيبي، وبقى هو نصيبي ومليش غيره في الدنيا، اللؤلؤة الكثيرة الثمن والكنز واللي عشانه بعت المالية. أنا لقيت الكنز واشتريت اللؤلؤة، أنا لقيت الكنز واشتريت اللؤلؤة، اللي عشانه بعت مالية، اللي عشانه بات مالية. أنا لقيت الكنز واشتريت اللؤلؤة، أنا لقيت الكنز واشتريت اللؤلؤة، اللي عشانه بات مالية. أنا هقول العدد تاني مع كل إنسان شايفني في ركن في العالم، كل ركن قولوا معايا، أنا لقيت الكنز واشتريت اللؤلؤة، والكنز هو رب المجد يسوع، واللؤلؤة الغالية الثمن هو رب المجد يسوع. كلنا هنرنم مع بعض والمسيح في وسطينا. أنا لقيت الكنز واشتريت اللؤلؤة، أنا لقيت الكنز واشتريت اللؤلؤة، اللي عشانه بعت مالية، اللي عشانه بعت مالية. وانا بتكلم ربنا شغلني باحوالنا كلنا، انا قلت كلنا نرفع صوتنا للرب، كلنا بنرنم حواليه. وقبل ما أكلمك بكلم نفسي، هل يا ترى أنا في الصورة المرضية اللي تخليني أرفع أيادي طاهرة وأرنم من قلبي وأقول أنا لقيت الكنز؟ وأنا برنم يف بالي الشقاقات والانقسامات، ومش بتكلم على ناس من خارج، لكن بتكلم على الذين هم من داخل. هل يا ترى أيادي طاهرة مرفوعة للرب؟ هل يا ترى قلوب مليانة بالمحبة؟ مليانة بالمحبة؟
أنا مش عايز أجيب سيرة حاجة، لأني قريت كلمتين امبارح، واحد بيتكلم كلمتين صعبين، يعني عايز أبعد الحاجات دي عن فكري وأقول لنفسي ولكل نفس ما عادش في وقت، ما عادش في وقت، ما عادش في وقت لا لمعلمة ولا تعليم، لكن جه الوقت للحب الحقيقي واللي هو رب المجد يسوع. وقبل ما أكلمك بكلم نفسي، قبل ما أكلم أي إنسان بكلم نفسي، وحبيت أمتحن نفسي، ودي كلمة بقولها أمام المسيح، حبيت أمتحن نفسي، فلان أساء إلي، لقيت في قلبي حب كبير لي، إنسان تاني ضدي، لقيت في كل وقت برفع صلاة من أجله، عايز أكون مستعد. الموضوع ما بقاش موضوع كلام ولا وعظ ولا تعليم، لا 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 لا، دي بقت في الحال، بقت في الحال، كلنا أمامه وحواليه، لازم نعيش حياة الاستعداد. واحد بيقول عايز أسأل، أنت يا أبونا قلت إن مصر للمسيح، فمش ممكن حاجة تضرها علشان مرض كورونا، ولا متأكدة من كده لأن بنت المسيح، بس أنا عايشة في اليونان، هل رب المجد مش هينظر لغير الموجودين في مصر بس، واحنا اولاده برضك، صح ولا لق لق؟ سؤال حلو. بتقول يعني ربنا وعد ببركة مصر وهي مصرية بس عايشة في اليونان برا مصر، يا ترى الوعد ليها والبركة ليها؟ يا بنتي البركة ليكي ولكل انسان، يا بنتي لكل إنسان، صحيح في وعد مبارك لمصر، لكن الوعد لكل إنسان في كل ركن في العالم تعلق بالمسيح وارتبط به، ارتبط به، لأني عايز أفكرك وأفكر غيرك أن كل إنسان مسيحي حقيقي بعد ما تعمد لابس المسيح، وفي جهاده لابس المسيح، البس المسيح، ولا تصنع تدبيرا للجسد لأجل الشهوات، لابس المسيح حماية، حماية، يقول في سفر زكريا، وأنا يقول الرب أكون سور من حولها ومجد في وسطها. فاحنا لابسين المسيح، لابسين المسيح، وهو إيه؟ هو حماية، مسيح معايا، هو حماية، ماشي قدامي ماشي ورا، مسيح معايا، هو حماية، ماشي قدامي ماشي ورا، وعن يميني وعن يساري يحارب عني سر انتصاري، وعن يميني وعن يساري يحارب عني سر، مسيح معايا، مسيح معايا، وكمان جوايا ما حول بيا مصدر عزاء، مسيح معايا، وكمان جوايا ما حوت بيا مصدر عزاء، أعظم عطية كنز العطايا، يا فرح قلبي الله جوايا، أعظم عطية الله.
الله جوايا بيشاوروني يقولوا لي الوقت خلص، الوقت خلص. كفاية أسئلة؟ حاضر، كفاية أسئلة. في شوفوا الورق ده كله أغلبه عمل الرب العجيب والمعجزات، ده غير الرسائل الصوتية اللي بعتنها. هقرا البعض، وأعطوا مجدا للرب يسوع المسيح. كان في وشي فص، الأطباء خدوا عينة منه في مستشفى كذا وقالوا لازم جراحة. لكن هتأثر على العين، ما نقدرش نتحكم، وممكن هتفقد القدرة على انها تفتحها وتقفلها. فرحت لأطباء تاني وقالوا لي نفس الكلام، قال لي ممكن نحط حاجة تشبه وزنة الذهب فوق العين عشان محدش يلاحظ ان عيني مش بتتفتح ولا تتقفل بعد العملية. فبسأل مش ممكن يروح لوحده الفص ده؟ قال لي مش بيروح، هي دي بنت، وكان شكله ملفت جدا. احترت ورحت روحت البيت، وانا بحضر الاجتماع حطيت ميخ، وانا رايح انام صليت قلت يا رب لو انت رايد لي اعيش كده انا مش معترضة، وان اردت فاشفيني. بركة الاجتماع دهنت وشي بالميه كام يوم، ولما كل يوم يخس لغاية ما انتهى تماما لوحده. سقفوا يا أولاد، سقفوا. بعتوا لي ورقة بيقولوا لي الاجتماع هيستمر لغاية 9 إلى 5، باقي معاك 45 دقيقة. وما خليتوني خليت الأسئلة ليه؟ أنا فلانة من البلد الفلانية حسيت إن في ألم في صدري، رحت للدكتور قال لازم أشعة، عملت أشعة وتحاليل طلع ورم ولازم أشيل صدري كله، والدكاترة أجمعوا إن ورم خبيث. صليت وطلبت شفاعة الاجتماع وشفاعة أم النور وجميع القديسين، عملت عملية، عملت العملية والورم اتحلل بعد العملية الحمد لله، طلع ورم هرموني نتيجة هرمونات موانع الحمل
والدكتور قرر اني اخد 4 جلسات كيماوي، والحمد لله ببركة الاجتماع وجميع القديسين الرب شفاني. أنا بنتك فلانة، والدي كان تعبان خالص، وبعد الكشف والتحاليل اتضح أن البولينة عالية جدا عنده، وكان جسمه كله وارم، ولما سمع كده اتخض وقعد يبكي ويصلي طول الليل قدام صورة رب المجد وتشفع بالاجتماع، كان يحضر الاجتماع وحط إزازة مية ويشرب منها، واليوم ده بعد ما صلى طول الليل وشرب المية عمل التحاليل تاني، ونشكر ربنا النتيجة طلعت طبيعية. أنا ابنك فلان من بلد الفلانية، ابني كراس في تانية ابتدائي، كان عنده خوف شديد من المدرسة، وكل ما يروح يعيط ويرجع تاني من المدرسة. رحت أنا ومامته حكينا منه قدام الاجتماع، حكينا مش عارف، وبعد الاجتماع شربنا كلنا، حطينا مية قدام الاجتماع. نهار ابيض، كاتبين حكينا ما منه، حطينا مية قدام الاجتماع، وبعد الاجتماع شربنا كلنا، انا وهو وموته، وان يوميها ما عادش يرجع يخاف خالص، وبقى بيحب المدرسة وبقى تمام التمام. أنا فلان من إيطاليا، كان معايا واحد إيطالي في الشغل، عنده 68 سنة، جاله سرطان في الغدة الدرقية، كانت حالته صعبة جدا، وبدأ العلاج الكيماوي لفترة طويلة، بدأ في فقد الوزن وسقوط الشعر وبياض البشرة، كان محجوز في المستشفى، دناله مية الاجتماع بعد أول إزازة بحوالي أسبوع، وقف الكيماوي، بدأ يشد حيله وابتدى يأكل وبقى طبيعي، وأنا كنت كل اجتماع أديله إزازة لتر يشربها خلال الأسبوع، وهو حاليا بكامل الصحة. أنا اسمي فلانة، كان عندي صديد في البول، كنت تعبانة منه جدا، كنت باخد أدوية كتير، عملت تحاليل كتير، ولما جيت الاجتماع وصليت والاجتماع خلص، جريت على الحمام في الكنيسة ونزل مني دم، وبعدها خفيت من الصديد. نسمع بعض التسجيلات كمان. حاضر، كمان اجيب منين الكمان ده؟ انتوا مش جاهزين يا اولاد؟
أنا بنت الرب، متجوزة من 10 سنين. على فكرة هنا في معجزات كتير قوي بالعشرات، إن كان لهم سنين طويلة ما خلفوش وخلفوا. أخذ واحدة منهم، أنا مش راضي أقرأ يعني. متجوزة من 10 سنين وربنا ما ادانيش أولاد، كشفت كتير وعملت عملية حقن مجهري 3 مرات وفشلت، وفي شهر 11 عملت العملية اللي وصلت كتير. صليت كتير وقعدت قدام الاجتماع لما حضرتك قلت النهضة جاية، وأنا كنت واثقة في ربنا إن المرة دي هو حيديني، وبعد كده عملنا الاختبار والرب تمجد وطلعت حامل. أنا فلانة جوزي تعب في يوم صحي لا أزوره وارم، راح كشف عند دكتور، الدكتور حوله على بلد تاني على معهد الأورام، طلع عنده سرطان، كاتبين سرطان، طلع عنده سرطان في اللسان. وببركة الاجتماع وصلاتكم حطينا إزازة مية قدام التلفزيون والرب شفاه تماما. خلاص جاهزين؟ يلا جاهزين. مرحبا، أنا أم لثلاث بنات، حصلت معايا معجزة، يسوع المسيح عمل وياي معجزة في شهر 10 2019. كانت ست دازة معجزة مالتها، قالت أنا حصلت معايا معجزة بأن هي خلت مي على بطنها وصارت حامل، ورامل راح شافت بالسمر طلع ولد. أنا نفس الشيء عملت، طلبت وبكيت لأن أحضر اجتماع كل جمعة، طلبت من يسوع المسيح أن يحقق لي أمنيتي، لأن أنا أم لثلاث بنات، كان نفسي بدي ولد. وخليت المي على بطني، صار توجع بطني كتير، بعدين راح الألم، وبعدين من رحت سويت تحليل طلعت حامل، وبعدين ورا فترة من سويت سونار طلع الولد. وبشكر يسوع المسيح، وبشكر أبونا مكاري، والله يقويك، وأنا دائما بحضر اجتماعاتك وبستفاد منهم كتير وبيزيد إيماننا. شكرا أبونا مكاري. قدس أبونا، أنا من محافظة المنيا، كنت حابة أحكي معاك بس ما قدرتش أروح لك، أنا هحكي هنا. كان معايا ابني شغال ووجع من فوق، وحصلت معاه عمليات، وجيت انا عاد بقيت اطلب ربنا وانت، وجينا حطيت ميه قدام الاجتماع وصلينا بدموع وهو نايم، وما اقول له يا حبيبي اطلب من ابونا مكاري وربنا يشفع فيه ويديك بركه ويحوش عنك. جه هو طلب برضو معايا بركه، وبعد ما خلصنا الاجتماع شربنا من الميه، راح قال يما انا حسيت بنمل جامد طلع من جسمي، واشكر ربنا وابونا مكاري برضه، وحسيت بعد اللي هو خف عاد وصحي. كان اما بنام على ظهره على طول مش ما يقدر يتحرك كده ولا كده، واول ما صلينا وشربنا من ميه قدس ابونا مكاري، اشكر ربنا وابونا مكاري يشفوا الحمد لله والصحه على طول. ما عرفش زغلزل خير. انا اسمي ام اهاب، انا كان بيطلع في صبعي كل سنه حاجه كده اسمها الصمته بنسور بجدور، وما كانتش بتروح بسهوله.
مرة كنت قاعدة قدام التلفزيون وكان الاجتماع شغال، فحطيت كوباية مية قدام التلفزيون وبكل إيمان وثقة في صلاة أبونا مكاري وصلاة الاجتماع وحضور الرب يسوع. بعد ما خلص الاجتماع بالإيمان رحت حاطة صبعي جوه الكوباية المية وطلعتها، صبعي كأنه لسه مخلوق دلوقتي، ما كانش فيه أي حاجة، وما زال لغاية دلوقتي ما فيهوش أي شيء خالص. أنا بشكر الرب وبشكر اجتماع أبونا مكاري، وشكرا ليك يا أبونا. حضرة الأب الفاضل أبونا مكاري يونان المحترم، أنا اسمي غادة من أمريكا. حبيت أكلمكم يا أبونا وأحكي اختبار أو معجزة حصلت معي في هذه في خلال هذا الأسبوع. في يوم اجتماع 6 آذار مارس 20، يعني آخر اجتماع كان ليك يا أبونا. احنا من عادتنا أنا وعائلتي أنه نتفرج على الاجتماع كل يوم جمعة، من يوم اللي ظهر على قناة الكرمة، لأن احنا من متابعي قناة الكرمة ومتابعي اجتماع أبونا مكاري كل يوم جمعة، والصلاة معانه ونحط المية ونشرب، وكأننا حاضرين في الكنيسة معاكم يا أبونا، ونحط مية ونشرب منها. لكن اللي حصل في يوم اجتماع 6/3، شهدت سيدة عن معجزة حصلت لها لما طلبت لبنتها أنها تلاقي الحاجة الألماس بتاعتها، فأنا طلبت أني ألاقي صليبين ذهب بتوع أحفادي، كنت حطاهم عندي في الغرفة بتاعتي عشان يلبسوهم في يوم عماد ابن بنتي، وكان الصلبان الاثنين في نفس العلبة. لما قرب يوم العماد اللي كان في شهر نوفمبر 19، دورنا على العلبة أنا وبنتي ولم نجدها، واستمرينا ندور بين فترة وأخرى وما لقيناهاش. ولما سمعت الست دي يوم الجمعة اللي فات وهي بتشهد أنه بنتها لقت الحاجة بتاعتها، أنا قلت يا رب إذا كان ليك مشيئة نلاقي الصليبين بتوع الأولاد أحفادي، لو سمحت ببركة الاجتماع مع الأبونا مكاري. وأنا راح أتصل أيضا زي الست دي وأخبر عن معجزاتك معانا يا رب. وحصل أنه اليوم الخميس قبل ما يجي بكرة الجمعة، رغم أن جوزي كان عنده علاج، ورا ما رجعنا وكانت الدنيا عصرية، قلت يا رب بكرة الجمعة يعني الاجتماع بتاع أبونا مكاري، وأنا أريد أبشرهم بأني لقيت صلبان الذهب بتوع أحفادي. فدخلت الغرفة وقلت أدور فيها، صوت جاني أدور في الشنط اللي فيها ملابس شايلتها ملهاش لازمة، دورتها مرة واثنين وثلاث ما لقيتش حاجة، وأنا برجعها مكانها قلت يلا أدورها آخر مرة. مديت إيدي لقيت العلبة فوق الملابس قدام عيني، بدأت أمجد الرب وأقول أمين أمين أمين، الرب لا يحتقر طلباتنا حتى الصغيرة. أبي الغالي، أنا كان لازم أحكي عن معجزة أهم، وهي شفاء زوجي من مرض الكانسر، وأيضا كنا نحضر الاجتماعات الصلاة معاكم عبر قناة الكرمة من سنين عديدة، بس بسنة 2016 ظهرت نتائج فحوصات لزوجي أنه مصاب بمرض الكانسر في البنكرياس، وهذا كان صعب جدا ووقعه صعب علينا، وكان له فرصة لعمل العملية في نسبة 25% لمرضى كانسر البنكرياس، والفرصة في نجاح هذه العملية ضئيلة جدا 15%، لكن مع ذلك قرر زوجي أن يعمل العملية. وكان كذلك يوم 27 مارس 17، يعني 3 سنين صار لعايش على
هاي العملية ورا ما سواها، وكنا مستمرين بالمواظبة على حضور الاجتماعات والصلاة معاكم ووضع المياه المية وشربها، وأيضا قناة الكرمة كانوا يصلون معانا ومشكورين، ونجحت العملية ونحن مستمرين بالصلاة مع قناة الكرمة وحضور اجتماع كنيسة كل جمعة. خلال تلك الفترة اللي كان الريكفري من العملية، وكان عنده فحص بعد العملية بكم شهر، حوالي 6 شهور عملوا له الفحص، فقبل تطلع النتيجة هو شافك بالحلم مع ربنا يسوع رب المجد في حلم، شاف نفسه وشافك على أرض كريستالية وأنت دا تصلي بالكتاب المقدس، والرب يسوع ظهر من السماء وظلل عليكم، ويعني فهذه كانت إشارة بأنه شفي من المرض، والحمد لله يا أبونا. حتى لو هو الآن على الكيمو، بس هذا يعني أنه إنجاز كبير، وأنه هو عايش لحد الآن، ويعني الحمد لله والشكر، نشكر ربنا يسوع المسيح ومجد اسمه. بسم الله بنعمل روح القدس الأخدمين بصلوات ربنا مكرر. أنا عايز أشهد بمعجزة حصلت معايا. أنا حضرتك أنا من سواج، سني 31 سنة، عندي تبول لا إرادي. مرة من الأيام أنا قاعد قدام التلفزيون بحضر الاجتماع، سمعت حضرتك بتقول لأبونا نهضة جاية، حطيت مية قدام التلفزيون وصليت قدام الاجتماع، قلت يا رب شفعت الاجتماع لو شفيت أشهد بالمعجزة دي. والحمد لله أنا شربت من مية من الجمعة اللي فاتت، الحمد لله بقيت كويس وأشكر ربنا في كل حين. آمين. بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. الاسم إيرين عبدو رب عطلة، محافظة أسوان، مركز إدفو. أنا عايز أشهد لرب يسوع المسيح على إيدين أبونا مكاري، عمل معايا معجزة. بس أول حاجة أنا أطلب من أبونا مكاري إنه يسامحني على تأخير المعجزة. أنا كنت عايزة نفسي وعشمانة كنت أجي مصر وأحكيها بنفسي، لكن الظروف أقوى. أنا كنت بعاني بألم شديد في الرحم، كان يعني بيفزعني أو لدرجة بقول آه. فجيت في مرة وأنا واقفة قدام التلفزيون، كان اجتماع أبونا مكارم، وجاتني الألم تجاني مرة واحدة وقلت آه، وراح جوزي قال لي وبعدين انت ما تروح اكشفي وشوفي ايه، لا يكون في حاجة يعني مش كويس. فانا قلت له يا شيخ بلا دكاترة ولا هني، انا هشرب من مية ابونا ونشوفه، يمكن ابونا يعمل معنا معجزة زي الناس اللي بيعمل معه. وبعدين شربت من مية اللي حطينا قدام التلفزيون ونمت، فجاء ابونا مكاري شخصيا وصحاني، قال لي قومي يا بنتي. فأنا تعادلت وقلت له مين؟ قال لي أنا، طبطب على كتفي وقال لي أنا أبونا مكاري، ما تخافيش يا بابا أنا أبونا مكاري. فقلت له أيوة يا أبونا. قال لي أنت ما فيكيش حاجة يا بابا، أنت ما فيكيش أي ألم، ما فيكيش أي حاجة، ما تخافيش، وأنت هتحملي وتجيبي ولد. وجاب لي طفل ودهولي على رجلي، قال لي حتجيبي طفل زي ده بالظبط، واداني الطفل حطيته على رجلي، وطفل جميل خالص جدا. وبعد كده اداني قربانة قال لي خدي كليها. وكمان عشان أأكد لك، كان ساعتها زيارة ماري جرجس ممنوعة عشان الإرهاب والحاجات اللي في العالم، قال لي عشان أكد لك حتروحي واضعة بيه ماري جرجس، حيكون فيه السنة دي وحتروحي بيه ماري جرجس. واداني القربانة وأكلتها، وبعد كده اختفى هو والطفل اللي ادهولي على رجليا. بعد كده صحيت من النوم
الصبح حكيته لجوزي، قلت له انا حصل معايا كذا في الحلم، حلمت ابونا مكاري جاني وحكيته الحلم، وقال لي وقلت له احنا مش هنقول لحد، لما نشوف الحلم ده هيتحقق ولا لا. وبعد كده جيت حملت على طول، وبعدين رحت للدكتور قال لي 3 شهور او 4 بالظبط، قال لي يا ماما مبروك فيكي ولد. برضي أبيت محكي على اللي حواليا، حكيتهم نص الحلم بس، قلت لهم نص الحلم التاني بعد مولد هحكيه لكم. وبالفعل وضعت يوم 27/10/2015، كان مآتي ماري جرجس باقي عليه 12 يوم بالظبط. وبالفعل رحت ماري جرجس وكان عمري مارك 12 يوم بالظبط على ايديا، ورحت بيه زيارة ماري جرجس. وانا بشكر ابونا مكاري، وريت يا ريت يسامحني على تأخير المعجزة دي. ودلوقتي مارك بقاله 4 سنين ونص، ويا ريت يا ابونا تسامحني سامحني سامحني انا يا ريت. وبرضه يا ابونا صلي، المارك دايما تعبان دايما بيسخن مني يا ابونا على طول على طول، ارجوك تصلي له يا ابونا ويشفي. رب المجد يتمجد. واشكر بابا يسوع واشكر قداستك يا ابونا، يا ريت يخلي لنا. انا من جهينة محافظة سوهاج. انا جوزي معاه عربية ربع نقل وبيحمل بيها مواشي. في يوم رن عليه واحد وقال له تعالى معانا بقرة مودينها سوق ملو، كان يوم 14/11/2015. وبعد ما حمل البقرة اكتشف انها مسروقة، وجوزي راح بلغ في المركز باللي حصل. راح رئيس المباحث عمل نفسه انه هو اللي قبض عليه في تفقداته الامنية، وعمل له قضية تشكيل عصابة. استمر في الحبس اكتر من 2 شهر، وكنت بحضر اجتماع ابونا مكاري وصلي وابكي. هو ابونا بيقول كل الانفس المتضايقة والمقبوض عليها، كنت ابكي واقول يا ابونا هات حق جوزي. كانوا في المركز عارفين انه مظلوم، وانا نايمة ليلة الجلسة جاني ابونا مكاري، وكنت شايلة حمل تقيل على كتفي، وقال هاتي عنك الحمل في الصبح، هاتي عنك الحمل في الصبح. كان معاه الجلسة يوم 19/1، كان معاد الجلسة يوم 19/1، طلع بكفالة 5000 جنيه. وبعد كده لفقوا له 3 قضايا، طلع في 2 براءة، والتالتة حكمه عليه بسنة. بقينا نبكي ونصرخ، وحبسوه تاني يوم 1/11/2016. راح المحامي عمل استئناف يوم 24/11/2016. بقينا نصلي ونصرخ، وفي صباح الجلسة عيني غفلت، وكانت ليلة عيد مريمينا. ظهر لي أبونا مكاري ومريمينا وقالوا لي أنت رايحة ليه الجلسة؟ ما هو جاي. فعلا رحت الجلسة وقلت لجوزي باللي حصل وهو في القفص، قال لي طب روحي واقعدي. وفعلا اخر الجلسه القاضي اخلى سبيله، وبعد كده اداله البراءه. ونشكر قدسك يا ابونا مكان. خلاص نسمع ترنيمه. تعال نصلي ونقول له أيقظني للصلوات، عقلني يا ربي. ده وقت الحماية الإلهية والحفظ الإلهي، قول احفظني في رضاك. قبل ما تقول له احفظني من الفيروس قول له احفظني في رضاك باقي أيام عمري، واللي باقي في العمر كتير ولا قليل نعيشه في الرضا ونبقى مرضيين قدامه. أيقظني للصلوات، عقلني يا ربي، واحميني من الزاد وكن ينبوعي.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. طبعا الموضوع اللي شاغل الكل بره وجوه هنا وفي كل ركن في العالم هو موضوع الكورونا، لكن باختصار شديد هتكلم كلمتين. اولا احب اقول ان كل انسان في المسكونه كلها محبوب عند ربنا. كل إنسان من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان محبوب عند ربنا. عايزك تعرف المعلومة دي يا كل أحد، اللي واللي واللي مهما كانت صفاته مهما كانت جنسيته محبوب عند ربنا. والحاجة التانية إن ربنا عايز الخير لكل أحد، عايز الخير لكل أحد. طبعا في وسط الناس الكل مش زي بعض، في الإنسان الأمين واللي ماشي في السكة السليمة، وإحنا بنعرف إيه هي السكة السليمة. ربنا بيكلمه. أنا قريت شوية من المزمور وقريت المثل. الإنسان اللي ماشي في السكة السليمة، والسكة السليمة هي إيده في إيد حبيبه، إيده في إيد مخلصه يسوع المسيح، ماسك الباسبور بإيده، خلاص بالدم وعلى السما رايح. ربنا بيقول له إيه؟ الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أنت محمي. أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. ما تخافش. رسالة لكل إنسان عايش بالأمانة أمام الله. ربنا بيقول له ما تخافش، أنا هنجيك. ممكن الخطر والوباء يحيط بيك من كل جانب، لكن أنت في إيدي، شعر من رؤوسكم لا تهلك. عشان كده بيطمن كل واحد. طب أنا قلت في الأول إن كل إنسان محبوب عند ربنا، كل إنسان، هكذا أحب الله العالم. بس في شيء مهم، إن مش كل واحد بيتمتع بمحبة ربنا. ليه؟ لأن الله بيحب وعايز المحبة دي توصل للإنسان. من خلال مين؟ من خلال يسوع المسيح.
ومن غير المسيح الإنسان ما يقدرش يتمتع بمحبة ربنا ولا رعايته ولا عنايته ولا يقدر يذوق طعم الكلمة دي. لا تخف، أنا أنجيك من الوباء الخطر. يبقى كل إنسان يتمتع بمحبة ربنا واحتمى في يسوع المسيح وآمن واعتمد وماشي باستقامة، حافظ الوصية، بعيد عن الخطية، عايش حياة طاهرة ونقية، يقول له ينجيك من الوباء الخطر. عشان كده كل إنسان في المسيح مطمئن، كل إنسان في المسيح مليان سلام، مليان سلام. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وده مش كلام يتقال، ما الكلام سهل، الكلام سهل، لكن مش حكاية كلام، حكاية حياة، حكاية حياة. إنسان عايش الإيمان، عايش الوصية، إنسان اتمتع بمحبة ربنا، انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا، فبقينا ناس مش عاديين، ناس مش عاديين. ليه فلان مش خايف؟ ليه فلان مليان سلام؟ لأني المسيح في قلبه، سر الطمأنينة. يقول لك حبيبي محوط بيا، حبيبي محوط بيا، أنا غالي عليه، شعرة من رؤوسكم لا تهلك، لا تسقط واحدة منها إلا بأمر أبوكم السماوي. أما أنتم فحتى شعور رؤوسكم محصاخ. إيه ده؟ عادت شعرات راسي ده مرقم عظامي في بطن أمي، وقبل ما أجي للدنيا عامل حسابي ومجهز للطريق والأيام اللي عايشها والفرح اللي عايشه والسلام. أنا ابنه، أنا ابنه إيه؟ وغالي عليه. في حتة بتقول أنا ابنه وغالي عليه، مش عارف. إيه؟ وصايني جوا عليه. افرحوا بالمسيح، مالكم ظالمين ليه؟ افرحوا بالمسيح. لنا وعد مره، لا تخف ينجيك من الوباء الخطر. انتوا مش من هنا، انتوا ولادي، انتوا حتة مني، لحم من لحم وعظم من عظامي. يا كل انسان سمعني في اي ركن، مش الدنيا عندك مظلمة والشوارع فضيت ومفيش مرور ومفيش مش عارف ايه، ولا تخاف، ولا تخاف. الهك وعدك ينجيك من الوباء الخطر. ولما يجي المعاد يا مرحب، لما يجي المعاد ايه؟ طب ما بلاش الحتة دي يا ابونا، خلينا في الحتة الحلوة دي، خلينا في الحتة الحلوة. انت في ايده مضمون، وصدقوني ده مش كلام بقوله، مش كلام بقوله، في ايده مضمون. خلي الوباء كله يحيط بانسان، بانسان، بس انسان لابس المسيح. اليك لا يقرب، اليك لا يقرب. ايه الخطر يقف هنا، والمرض يقف هنا، وابني ده محفوظ في اليد العالية، شعر من رؤوسكم لا تهلك. حبيبي وغالي عليا، المسيح ياخدنا في حضنه كده، يقول ده انت حتة مني، ده انت لحم من لحم وعظم من عظام، ده انا اخليت ذاتي من اجلك، ده انا رضيت بالهوان كله عشان ادي لك كرامة وادي لك حب وادي لك حياة. ما تخافش، ما تخافش. ده بالنسبة لمين؟ لولاد ربنا. اطمن، في ترنيمة بتقول اطمن، اطمن، قولوا عدد اطمن، اطمن، اطمن. خايف ليه؟ ده ناقش اسمك على كفي طول ما انت ماسك في ايديه. اطمن، اطمن، عنده للموت مخارج، ما هو الاسد الخارج
الناس نيجي لمين؟ للي محتاج للأمان والسلام، للي خايف، للي مرتعد. أقول لك يا ابني ويا كل إنسان سمعني، صدقني إن الكورونا دي صوت حب، حب وإخلاص لكل أحد. ليه؟ الله يريد أن الجميع إيه؟ لا يخلصون، لا يسر بموت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا. عايز كل إنسان يخلص، مش عايز أي إنسان يهلك. فربنا بعت الكورونا ليه؟ ده صوت محبة، صوت حب، صوت حب معلن من السماء. يعني إيه؟ أرجع للمثل اللي أنا قريته، يقول قال هذا المثل: كان لواحد شجر التين مغروسة في كرمه. واحد يعني هو ربنا الواحد، شجر التين مغروسة في كرمه هي الإنسان. وبعدين جه يطلب ثمر من التينة دي، ففي كرام، والكرام هو رب المجد يسوع. الواحد هو الله الآب، الكرام هو رب المجد يسوع. جه يطلب ثمر ما لقاش ثمر، فبيقول للجناين أو للكرام أو لرب المجد يسوع، قال له أنا 3 سنين آجي عشان أطلب ثمر في الكرمة دي ما لقيش. اقطعها، اقطعها الكرمة، صوت بيقول اقطعها. لكن الشفيع المبارك اللي بيحبنا، اللي مش عايز حد يغلط، قال له لا، اتركها هذه السنة أيضا، أنقب حولها، أنا هضايقها، أنا هخوفها، أنا هتعبها، أنقب حولها وأضع زبلا، إن أعطت ثمر وإلا فبي بعد اقطعها. اتركها هذه السنة. يا كل إنسان ما تمتعتش بخلاص المسيح، ويا كل إنسان عايش مغلوب من الخطية، ويا كل إنسان العالم غلبك والشهوات الردية، ويا كل إنسان غير مستعد، الكورونا بتقول اقطعها، والصوت بيقول اقطعها. 3 سنين وانت شاب في رجولتك في شيخوختك ما تبتش، صوت الحب بيقول لك توب. والكورونا دي بركة كبيرة للإنسان، بركة كبيرة للإنسان. يمكن البعض يفكر ليه يا رب وده الشر مش عارف يلان، ولا شر ولا حاجة، ده صوت محبة بيقول لك يا ابن السكة اللي انت ماشي فيها ما توصلش، يا ابن توب، يا بنت توب، يا بنت ارجعي، انا عايزكم تكونوا معايا في السماء، عايزكم تورثوا، مش عايزكم تهلكوا، نصيبكم مش هنا. بيكلم كل انسان بيقول له ارفع عينك وبص للحياه الابديه، نصيبك مش هنا، نصيبك فوق. وطوبى للانسان اللي ياخدها من قصرها ويترمي على المسيح، المسيح اللي بيحب كل احد، عايز كل احد يتمتع بحبه ويتمتع بخلاصه وينجيه من الوباء الخطر وينجيه ليكون له حياه ابديه، له كل الكرامه والمجد من الان والى الابد، امين. هنوطي دماغنا كلنا يا كل احد في العالم، ونرجع لاجتماع الصلاه العالمي. كرامه ومجد ليك يا رب. ارفع ايدك معايا يا كل احد في كل ركن في المسكونة كلها، اطلب الرب ما دام يوجد. بيكلمك يا انسان يا مستعد وقول انا عارف تعبك وعارف اعمالك وعارف ضغطك وصبرك، انا عيني عليك. لكن بيكلمك يا انسان غريب، قل لك أنا بحبك ومادد إيده ليك. الوباء ممكن يكون باب الهلاك، أنا وحدي اللي أنجيك منه. ارفع صلاة
كل إنسان ارفع صرخ، ارفع صرخ، كلم المسيح له كل المجد، كلم المسيح له كل المجد. اطلبه من قلبك، يلي ما قبلتوش اقبله. هو باب النجاة، هو باب الخلاص، ما فيش غيره، ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. اطلبه من قلبك، من قلبك. حاضر معانا الجالس على كرة الأرض، الذي لا يحد أخلى ذاته، صائرا في شبه الناس من أجل خلصنا. هو فوستينا، هو فوستينا. رب المجد يسوع، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ونشكرك أيها الإله الحقيقي وحدك، الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. كرامة ومجد ليك. اقبل شكر قلوبنا واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.